قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع. اهلا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير يا شباب بنات، ان شاء الله كل شيء تمام. رجعت لكم مقطع جديد حبايبي الكرام. مقطعنا اليوم مقطع كثير ستوري وراح يعجبكم كثير. مقطع هو ذا فويس حبايبي، ضفت كثير من المتابعين على البث المباشر و عملنا فعالية الغناء يا حلوين. اي شخص يدخل يغني غنية حلوة او شو ما كان، المهم يدخل يغني يربح معنا. ربح معنا كان الجائزة، كانت حبايبي جائزة توب اب، جائزة متواضعة وحلوة. اوكي، ربحنا كثير من الاشخاص، اكثر مغضى تضيف كل الاشخاص بالمقطع حبايبي، لانه ربحنا كثير اشخاص، ربحنا تقريبا فوق ال 20 شخص، فوق ال 25 شخص، ما اعرف العدد الكثير شباب لانه فتحنا بثين بنفس الوقت. اوكي يا حبيبي، ما راح اطول عليكم اكثر من هيك، لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، واذا عجبتكم الفعالية شباب حطوا بالتعليقات تحت. اوكي، وفرجونا مشان نعملكم الحلقة الثانية. ماشي يا حلوين، مشاهدة ممتعة. شوف بنت فراولة، يو مرحبا. هذا شو؟ مرحبا يا فراولة، من اين انت يا فراولة؟ عرفي عن نفسك. يلا، من الاردن. اهلا وسهلا فراولة، كيف الحال يا فراولة؟ شو اسمك؟ اسمي حلا. اهلا يا حلا، كيف الحال يا حلا؟ تمام الحمد لله. اهلا وسهلا حلا، انت الان في مسابقة ذا فويس، في برنامج ذا فويس. بعرفك عن نفسي، انا اليكو المشرف في ذا فويس، ومعنا الساروتي كمان مساعدي في اوكي فهمت علي. يا الله اوكي حلو، سواني يلا. فراولة، شو راح تسمعينا اليوم؟ نعم، شو راح تسمعينا؟ راح سمعك أغنية أم كلثوم. أم كلثوم فر دربي، يلا هوي أم كلثوم. أوه عم تضربي، عم تضربي قوي فراولة، عم تضربي دربي قوي، لازم تعرفي شو عم تزبطي. انتبهي، ايه لازم اعرف شو عم غني. لا ايوه، لا انت اختيارك هذا يعني كتير كتير قوي. انتبهي، خلينا نشوف بنت، يلا نضيف بنت كمان نفس الوقت. شو اسم الغنية راح تغنيها يا فراولة؟ يا حلا اغنيها. شو 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 الاسم الغنية؟ شو اسم الغنية؟ بعت لكم يا رجعونا عليك الايام اللي راحوا، رجعونا عليك الايام اللي راحوا. يلا ثواني نجدد نظبط الوضع، نرجع الصوت. يلا تفضلي الورقة 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 عشان ناخذ النوت. رجعونا عليك لايام راحوا، علمونا الندم على الماضي وجراحوا، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع. يحسبوه ازاي عليا انت عمري، انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح، اللي ابتدى بنورك صباح، انت 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 عمري. ما شاء الله ما شاء الله، يعني عندك اهم شيء الجراءة، الجراءة في الغناء. شو رايك يا مساعدي؟ تفضل. شكرا مساعدي. مساعدي مساعدي، وينك يا مساعدي؟ خلاص خلاص خلاص، غني ام كلثوم يا اخي، ما يعني واحد ما يقدر ما يقدر. خلاص تأهلتي للشوط الاول في ذا فويس، مبروك، فازت في الجائزة الأولى معنا. فازت بالجائزة الأولى، مبروك مبروك يا فراولة. يسلم يسلم، والله يبارك فيك. الله على رأسي على رأسي. يا فراولة عندك نكتة طيب ولا لا؟ لا ما عندي. أنت أوكي 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 ماشي، يلا مبروك عليكي التوب أب يا فراولة. الله يبارك فيك، مبروك. يسلم يسلم،
الله يسلمك، مبروك عليك شخصية جوزيف، وراح تصل لك كمان ال شو اسمه القناع تبع هذه الحاضنة هي اللي لويس، عنده وشكرا لك. على راسي من فوق. مبروك مبروك، يا يعطيك العافية. تأهلتي للشوط الأول، أوكي؟ يسلم يسلم، على راسي، كفو كفو. يلا العلامة الغالي الزين، من وين أنت يا ليس؟ تفضل يلا تفضل يلا روح. الأردن. هلا يلا روح تفضل. هلا والله روح. اقبل علينا الغالي يا الزين، اقبل الليالي اللي مضات عاد، اقبل واشوف الدمع بالعين، حيرتني وش عاد وش عاد، عذبتني وش عاد وش عاد. اقبل علينا الغالي يا الزين، اقبل الليالي اللي مضات عاد، اقبل واشوف الدمع بالعين، حيرتني وش عاد وش عاد، عذبتني وش عاد وش عاد. حبك سطاب القلب والروح، نار المحبة اليوم تزداد، الما يعرف الصقر يا شوي، حيرتني وش عاد وش عاد. خلصت ليس ولا أديكو. في كمان ولا في كمان؟ خلصت ولا في كمان؟ الكلام بغني، غنينا كمان واحدة. روح يلا، قاعدين وقاعدين ما في ورانا شي، روح. ومن حرم وصلك وانا قلبي ضعيف، وما تحمل غيبتك لو ثانية، ودمع عيني ما يوقف بالنزيف، الحياة بدون شوفك فانية، الحياة بدون شوفك فانية. ولا تشمت بالعدا خليك حليف، والمشاعر كلها لك عانية، العجايب سبع وانت يا لطيف، من جمالك أصبحت ثمانية، ينشغل زيني بزينك يا وليف، لو معي ربعي وكل إخواني، انت كيف فارق عن كل كيف، وانت حالف نذر ما تنساني، وانت حالف نذر ما تنساني. قل لي ألف مبروك عليك، مبروك عليك حبيبي، ألف مبروك عليك، ألف مبروك عليك حبيبي. خلاص عجبتني عجبتني هذا، مبروك، خلاص مبروك. طب عندك شتكتي هيك على السريع تحكي لنا نضحك شوي قبل ما تروح؟ كفو من ألف مبروك. نكتة؟ ألف مبروك، إيه. في نكتة بس بايخة يعني، مش إنه الله. خلاص يعني تفضل يلا روح، أمرنا الله، روح، خلينا نستفاد شوي، روح أحكي. بيقول لك مرة واحد حط طحنوه. شو حط؟ مرة واحد حب طحنوه. حب طحنوه؟ ايه ربي ستك، من كثر ما يبيخ ضحكت. كفو عليك، مبروك مبروك، يلا مبروك مبروك. يلا الكسل راح اضيفك، خليك معي. يلا خلاص مبروك عليك، خلينا نضيف الشاب. وين الجزل؟ وينه؟ يا الغزال، وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا والله حبيبي، كيفك؟ إن شاء الله بخير. معك المشرف في The Voice، أوكي. عرف عن نفسك، عرف عن طولك، عرف عن من وين جاي، عن مواهبك، عن شو من كان، عرف عن نفسك. من وين؟ علي من سوريا. اهلا وسهلا، اسمك على اسمي. هلا والله، تفضل 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 تفضل. من وين من وين؟ كم عمرك؟ اول وحده هاي الك. الي هاي؟ ايه تفضل. اهلي كون نجم اليوتيوب، دهد محترف وكمان محبوب. كرر 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 كرر. هاي كنت اكتبها اياها انا بالتعليقات، الي كون نجم اليوتيوب، دهد محترف وكمان محبوب. هذا انت كنت عم تكتبه حبيبي، الله يخليك يا رب. خلاص خلاص ربحت 50%، ربحت خلاص، بما انك يعني هيك زبطت الوضع 50% ربحت. روح مبروك عليك. بس شو لازم تغني؟ لازم تغني. يلا 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 تفضل. هل اسمر اللون، هل اسمر علي، تا
تعبان يا قلب خيو والروح بتنداني. بكفي هيك؟ كمل كملي، ما في شو في وراك؟ قعدت الدنيا تجمع، كمل شو في وراك؟ احكي كمل غني. كمل تفضل تفضل. عم تسمعني؟ ايه عم بسمع، كمل كمل. والله ماني حافظها كلياتها. ارجعي ده ما في مشكلة، ارجعي ارجعي. الأسمار يلون، الأسمار هني تعبان يا قلب خيو والروح بتنداني. يا عيني والروح بتنداني. مبروك عليك حبيبي حبيبي، ألف مبروك. خلص أنت راح نحطك تأهلت للمرحلة الأولى الشوط الأول في ذا فويس، أوكي؟ ثاني شيء ممكن تحكي لنا نكتة؟ ممكن تحكي لنا نكتة حلوة؟ بدنا نكتة، نكتة حلوة يعني تقدر تقول. والله ما في براسي هلا، والله ما في براسي. طب يلا فكر شو من كان هيك، شو من كان هيك، فكر لمدة 10 ثواني يمكن يطلع لك في وحدة. روح بايخة بايخة كتير كتير. ماشي عادي 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 عادي، شوفي عادي عادي، ما في شيء. روح مشى مشى لقى مش مشى. ها شو قال شو قال شو قال؟ مرة واحد ماشي ماشي لقى مش مش واحد دبر واحد ماشي ماشي لقى مش مش. يخرب بيت ستك. يلا حلو ماشي ماشي، يلا حلو، يلا كفو كيف عليك. مبروك عليك مبروك عليك، يلا بنشوفك على خير، جمعة مبارك عليك حبيبي. مرحبا يا شو هذا، يا يو 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 فيروز في هارلي كوين. هارلي كوين اولي، ما اسمك؟ اوكي. اول قبل ما نبدا بنعمل البريزنتاسيون مثل كل مثل كل مره. بعرفك عن نفسي، انا المشرف في ذا فويس، في ذا فويس فري فاير. والان انت هي اول مشاركه لك، وبعرفك عن الساروت مساعدي الشخصي في ذا فويس. يا مرحبا. عرفي عن نفسك، من اين انت وشو تحبي تغني لنا؟ يلا. انت طلبت فيروز، قلت احنا تعديت ام كلثوم، حاجتنا تو فيروز يا اخي جيت. انت اسمك فيروز؟ فيروز اي. على راسي من فوق ما شاء الله، على راسي اهل تونس واهل الهريسه والله. هلا والله. عايشك. هلا والله. شو تحبي تغني لنا اليوم يا فيروز؟ تفضلي. انا مغنية بروفيسيونيل. لا تقوليها. والله يعني شانتوز بروفيسيونيل مليح مليح بزاف. اي بالقدي. يلا توكل. والله شطب، شو انت معروفة في تونس؟ طيب يعني نشوف يعني. والله طب ثواني 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 ثواني. طب شو اسمك؟ شو اسمك فيروز؟ شو اسمك؟ عارفي فيروز؟ حد يعرف فيروز شباب اهل تونس؟ ياي. وراح تنصدم يعني بصوتي. راح انصدم انا من قبل ما انصدم، من قبل ما انصدم. مين يعرف فيروز؟ طب عندك شو هذا اللي عندك البسودو يعني؟ كيف يعني اسم الشهرة؟ ايوه اللي امزل، ما عنديش اسم الشهرة. ما عندك؟ طب يعني عندك وما ما عندك؟ طب يلا تفضلي 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 نعرفها. يا طب شو حد سمعينا؟ يلا يلا كنت بدي اروح، كنت بدي اقول لك بس بدي اروح اظبط قهوه مشان اظبط وضع، بس يلا يلا ما بدنا ناخرك. عندك اكيد تسجيلات ولازم تروح على الاستديو، ما استديو ولا شيء، فهمتوا علي؟ يعني يعني هكا فما شويه خدمه وسيف. اي معلش بتاسف كثير، بتاسف كثير، لازم كنا نطلب دعوه وهيك، بس يلا معلش معلش. هي يلا تفضلي تفضلي. بدك عسل؟ بدك شغلة عاملة؟ أهلا وسهلا، عندي ما في مشكلة. يلا تفضلي. خصمك خصمك شو هي خربت؟ تفضل. آسف آسف على المقاطعة، تفضلي. ليه فضلك؟ راهو أنا مانيش معروفة وما نعرفش نغني وما عنديش صوت، مش نحاول وكهو يعني جبي سيء. ضحكت علينا يعني. يلا تفضلي تفضلي. يخرب بيت سنتك. ما بعرف كيف بنظرة بتعمل هي تاخدني ليك وبموت عليك،
ما بعرفش اللي عم يسحرني هي لمسة ايديك ضحكة عينيك حسيت بقربك بالامان صرت بمكان غير اللي كان كهو ما شاء الله. كمان 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 عندك شيء تاني تحبي تسمعينه؟ ليكها ويزي كمان هيك عندك نكتة طيب أو شو ما كان هيك نحب نعرف المواهب اللي في قلبك يعني اللي نشوف المواهب. والله والله ربي خلقني من غير حتى موهبة الله غالب. ليش تقولي والله باش أنا بتغديك؟ لا لا طب والله تفضلي تفضلي خذي وقتك خذي وقتك خذي والله ما شاء الله يعني كمان غني هيك لو سمحتي. هاي طلب من عندي طلب عم بطلب من واحدة من عندي يعني في الوضن ما تقلقتش صوتي خايب برشا. لك معلش غني غني روحي روحي معلش نو بروبليم روحي. شنيا كنت تحب غنية قل لي تغنيها ما عندي حتى مشكل ما نعرفش. مساعدي مساعدي الشخصي ايوة شو عندها غنية تحب نحب نسمعها؟ تغنينا تغنينا مين تعرفي على مين تحب تعرف تغني لمين تعرف تغني؟ لحدا لكل العالم؟ لحدا حتى حد ما نعرف نغني ما نعرف أغاني يعني نسمع شاطر. أيوة ما تعرفي أيوة طيب لا شو اسمه لا نجوى كرم نجوى كرم سمعينا نجوى كرم وكبرنا يا بي وكبرت بينا الأيام نسيت من بعد. لا خلاص خلاص ما بدنا نحن نجيك أكثر من هيك. أي أني خلاص مقبلين نغني غني أنت ترى غني لنا غنية أنا غني نسمع صوتك ساروت مساعدي فرجيهم مواهب فرجيهم روح. مين بيجيبنا نحن مين بيجيبنا نحن فرجيهم مواهب يا ولد فرجيهم المواهب فرجيهم فرجيهم احنا مواهبنا تطلع اخر شيء. مواهبك تطلع اخر شيء يا وسخ. مبروك عليك يا فيروز مبروك عليك يا فيروز مبروك عليك يا فيروز الف مبروك الف مبروك الف مبروك. هلا يعني لازم نسوي جيم رانكت مع اثنين بنات. سلامات سوي نعمل فاصل مع الساروت وناخذ رايه. يا ساروت ايوه حبيبي شو رايك بالاول شوط كان في هذه ذا فويس وات دو يو ثينك كان حلوه مواهب جميله مواهب جميله نعم بدهم شويه تعمل حتى يزبط اكثر اكثر ايه بس لا تنسى لا تنسى طبعا يا ساروت عندك ال في الستريس في الضغط هذا والخجل هذا شيء يعني صعب يعني نعم 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 اوكي حبايبي ماذا نفعل الان شو رايكم نغير الان ونعم لوفي هلو مساء الخير مساء الخير كيفكم؟ أهلا وسهلا لوفي من أين أنت؟ عرفي عن نفسك؟ من الأردن والله. أهلا وسهلا يا لوفي شو تحبي تغني ولا تلعبي؟ بغني. طيب يلا نحن نعمل الآن تيم كود جيم رانكيت أوكي وأكثر شخص أكثر بنت بتجيب كلات هي تربح التوب أب فهمتي علي؟ بس غني بنفس الوقت بدك تغني؟ تغني بديش ألعب بدك تغني طب غني يلا خلينا نشوف يلا يلا بيني وبينك طوال الهجر بالحياة متى يحين الوقت مشان أشوفك اليوم متى يوم العيون النضالي وانا تصبر لني تسمع ظروفك مشانك اشقى ما تهنيتي بالليل عزي لي قلب انقطع
طعنا السيوف من سبيتك عن تمر المهادي داوي جروحي والسبايا بعزوفة. كملي ما في وراك شيء. كملي إذا في وراك شيء وقفي بس كملي ما في مشكلة كملي. والقلب من فرقك جات هالبلاوي هم بجوفي ما يجي وسط جوفك لا تحرمين اللي يريد المواصي راعيه جال الطيبة ما تخوفك. ما شاء الله عندك نكتة تقولي؟ مبروك عليكي طبعا التباب. عندك نكتة تقولي ولا لا يا لوفي؟ عطينا نكتة. ما شاء الله والله ما صوتك حلو ما شاء الله. تأهلتي للشوط التالي. انت تأهلتي مباشرة للشوط وصلت. انت تأهلتي للشوط الثاني مباشرة مو الشوط الاول. يعني الشوط الاول نطيتيه وخلاص يعني قفزتي. ما رأيك يا مساعدي شو رأيك يا مساعدي في الكلام؟ والله يا كفو منك صوت جميل. شكرا لك. تستاهل. طب يلا خلينا نعمل تيم نكمل. احنا نعمل تيم كود عبد الله متى ما اتفقنا ويلا. تمام يلا لوفي كابو تأهلت الشوط الثاني نشوفك عن قريب في الموسم الثاني الشوط الثاني. يلا إذا بدك تغني عبرك. إذا بدك تغني غني ما في مشكلة. حطي أغني غنية بس ما تضحكوا علي. هلا أغني. تمام يلا. يا طيبة يا دعوة العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا بس ما في شيء تاني؟ غنية تانية إذا بتغني ما في مشكلة بما يجي المشارك الثاني المشاركة الثانية في التيم كود. غني شو أغني؟ ما بعرف. أعطوني شي غنية. مساعدي الشخصي غنية. كفو غنية مساعدي الشخصي. أعطيها غنية لرشا. رشا غني. دقيقة شو بتعرف تغني يا رشا؟ والله أسأل. يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يأخذني من تحت ذراعي يزرعني بأحد الغيمات يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يأخذني من تحت ذراعي بس وهكذا. ما شاء الله جدا خلاص انت تستاهلي توب اب. لا والله بتستاهلي توب اب. لازم تستاهلي توب اب. تستاهلي انت. ميرسي والله كلكم ذوق. والله بتستاهلي توب اب يعني. وراح تشاركي بنفس الوقت في مسابقه الرانكت الكيلات. يا فرزه عليكو. يو هاو ار يو؟ لا تقولي لي شيء. غني وبس. أغني إذا مش مشكلة. طب يلا خلينا ندخل جيم وغني بجوا الجيم. روحي بالطيارة غني. يلا روح
كيف يلا يا فيروز سمعونا سمعينا صوتك يلا سمعينا صوتك كنتي راح تغني رشا مبروك عليك كمان الشحن الدبل راح نشحنك الدبل يا فيروز يا رشا جبت كثير كلاد كفو المباراة كانت نار في نار خلينا نسمع صوتك يا فيروز يلا سمعينا صوتك فيروز هلا يعني عم تسمعوا الأغاني عم نسمعك عم نسمعك تفضلي يلا أغني لك نفس الأغنية يلا روحي مكتوبة لك تبقى إلي ومكتوبة لك تبقى حبيبي نصي ثاني وتوأم روحي أني مريضك وانت طبيب لآخر يوم بهاي الدنيا أحتاجك ما تشفع مني أنت مفصل لي يا حبيبي طعم الدنيا لقيت بحضنك قافل على حبك صيتك قافل عشق انك عشق جاهل ولك بس لي وحدك تبقى بالقلب وحدك روح وما حب بجدك وريدك بس لي إليا أوكي بس هيك مبروك مبروك, مبروك عليك طبق. خلاص مبروك عليكم اتفقتيناتكم مبروك عليك رشا انت الدبل وفيروز مبروك عليك كفو كفو والله كفو كفو مبروك عليكم الله يخليك شكرا لا بروبليم انتوا تأهلتوا تيناتكم تأهلتوا للشوط الثاني والثالث خلاص للموسم الجاي في ذا فويس 2 عليكم فري فاير اوكي لا تنسوا يلا سلام السلامة السلامة يلا كفو عليكم كفو عليكم كفو 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 حبيبي اهلا وسهلا اهلا وسهلا بوس حبيبي love you bro حبيبي بوس انت تغني ايه لا تريد اغني يلا تريد يلا لما لا نريد اغني يلا تفضل روح انا بحب اريكو انا بحب اريكو دنگ 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 وبتحيا الاليكو دنگ 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 ايوا حبيبي والله كفو عليك انا دنگ 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 يلا شوف شوف اسمع اسمع رح نعمل موسيقى انا بعمل درنگ 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 وانت بتقول انت بتغني ماشي انا بلحن وانت بتزبط شو رايك اوكي يلا بس جاهز ريدي بري جاهز يلا درنگ 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 لا لا انت 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 تغني انت تغني وانا بعمل اللحن فهمت علي ايه روح يا روح روح يلا انا انت 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 بس تغني انت تقول الكلمات فهمت علي اوكي يلا بسم الله درنگ 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 أليكو أليكو أنا بحبو أليكو أليكو روح وتابعو في اليوتيوب بارتاجو أبوني أليكو درنگ 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 أليكو بحبو روح وتابعو درنگ 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 وبارتاجو درنگ 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 حبيبي 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 على راسي والله حبيبي الله يخليك على راسي من فوق الأولى في حسابي الأول لكن سرقوه لي وهذه المرة الثانية في حسابي الجديد أنت من قبل ربحت معي يعني من قبل تربحت معي يا معلم يا بوس وربحت معك في حساب الأول لكن سرقوه لي أصدقائي وحد ليس معي جيد يا اخي يا اخي والله ليش تعطي حسابك راس اذا ما تامل لحد لا تعطي الحساب يا لا يا مليكو هو 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 صديقي العزيز وانا بحبه ادخله معي للبيت اضحك معه بنى معه وفي الاخير لعب معي واخذ نام معه طول بالك يا زلمه شو تنام معه بعرف ابدا معك ايه ايه بس يعني يا اخي طب هو اللي جنبك هو جنبك روح جيبه امسكه من شعراته كتلته كتلته عندما عرفته انه هو كتلته
رجعت الحساب ولا لا؟ لا نعم رجعت الحساب ولكن غلقت الفيسبوك والحساب غلقتهم.